اللي هو عديت بس. ما لحقتش العب في نادي الاهلي. لما دخلت الاهلي انا الناس قالت لي هو انت حبيت المكان ازاي؟ قلت لهم والله ما حبيتوش، هو اللي فرض حبه عليا. يعني النادي الاهلي هو اللي فرض حبه عليك. ما ينفعش تخش المكان ده وما تحبوش وما تحترموش وما ت... لا هيبه النادي الاهلي ده هيبه، ما حدش يحس الاحساس ده غير لما بيدخل طبعًا النادي طبعا ويعيش في النادي طبعا. فبعد ما طلعت لقيت الناس، قلت معقوله؟ الحمد لله رب، يعني فعلا الحب، مع ان انا لعبت سنه واحده. فانت هتعرف قيمه الكلام ده، هتعرف ان انت لو سبت مليار اساسا، مش كام مليون او كذا مليار، هتعرف ان حب الناس دي بعد كده هيعوضك كل الحاجات اللي انت اخترتها صح. حقيقة قوي قوي كمان. مش خلاص انا عدي عشان ما ارجعكش تاني، ما ارجعكش تاني. بس اخر سؤال، انت ماشي من النادي وعايز ترجع له؟ هو ترجع له طبعا طبعا، حلم حياتي ان انا انهي حياتي جوه النادي الاهلي طبعا، وهيفضل حلم حياتي لحد حتى لو ما حققتش الحلم ده. يعني وارد جدا ان انا ما ارجعش النادي الاهلي كلاعب، فاهم؟ بس هيفضل حلم بالنسبه لي. الحراس بتلعب لحاجه 40 سنه بالظبط. لا انا بتكلم انه وارد جدا ان خلي بالك الناس في النادي الاهلي، الاجوان اللي موجوده في النادي الاهلي اجوان كبار وماشيين بشكل كويس وناس مميزه جدا، فاهم؟ بس انا بتكلم ان انت بتتكلم في حلم حياتي. اه طبعا انا كنت جزء من الكيان دوت والحمد لله اديت كل اللي عندي وانا موجود، واتمنى في يوم من الايام ان انا اعتزل حتى جوه النادي الاهلي. انت عارف انا لو مسؤول في نادي المقصه واشوفك بتتكلم في بعد الماتشات، انت لازم تجيب الاهلي بعد الماتشات، اي حوار بشوفه ليك. لا على فكره بس معلش استنى قول. والله صدقني مش انا، يعني هو دايما المذيعين هم اللي بيدخلوني في النادي الاهلي ماشي. وللاسف للاسف للاسف انا ما بعرفش امسك نفسي لما بتيجي سيرته، فهي الناس بتعيب عليا في الحته دي. يعني انا فاكر كابتن طلعت يوسف بعد ماتش الزمالك اللي كسبنا المقصه، كسب الزمالك 1-0 قول. فبعد الماتش بيكلمني بعد الماتش على طول ما كسبنا الزمالك المذيع، فما قدرتش امسك نفسي عيطت. فالناس بتعيب عليا، طب انت في مصر المقصه، والله العظيم بس انا بعشق مصر المقصه وبحبه وبدي كل اللي عندي ليه، والناس شافت السنه ونص اللي فاتت. انا ما كملتش كلامي، انا كمسؤول مش هعرف الومك، لان انا شايفك ان انت بتموت نفسك في كل تمرينه في كل ماتش، بتطلع نجم ما شاء الله ما شاء الله. لا وخلي بالك وعايزين اكتر كمان. خلي بالك انا بحب مصر المقاصه جدا، وجمهور الفيوم جمهور محترم جدا وجمهور طيب. هو انا معنى ان انا بحب امي مش احب ولادي؟ بالظبط. معنى ان انا بحب امي مش احب اخواتي؟ صح. معنى ان انا بحب امي مش احب خالي، مش احب عمتي، مش أم. بس انا ليا ام. النادي الاهلي ده ابويا وامي. بس انا ليا ام واب. صح. انت بتقعد تخليني اعيط ومفيش مناديل. مش عيط عيط يعني، هو كلامك حلو طالع من القلب. قبل ما نطلع فاصل